بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8879. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وقائدنا محمد بن عبد الله رسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى توفي وقد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إلى جهنم وبئس المصير. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا هذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ هذه الندوة التوجيهية فإياك نعبد وإياك نستعين. ولا شك أن المسجد في الإسلام له رسالته الكبرى. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: في بيوتٍ أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجالٌ لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكر الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهؤلاء شهادة من الله سبحانه وتعالى لمن يعمرون مساجد الله. المسجد في الإسلام هو الجامعة الكبرى التي تخرج منها قادة البشرية وأساتذة الدنيا، كلهم تخرجوا من أروقة المساجد، ففيه أبطال التاريخ تخرجوا من المساجد، والذين كتبوا الحضارة الإسلامية في فقه أو عقيدة أو غير ذلك. فمن أروقة المساجد تخرج الصحابة الكبار الذين قادوا البشرية وفتحوا البشرية فتحاً جديداً، كلهم تخرجوا من أروقة المساجد. لا شك أن المسجد في الإسلام له رسالة كبرى، وما هذه الندوة إلا عودة بالمسجد إلى رسالته الأولى في الإسلام كما كان ماضياً. ولا أحب الإطالة عليكم، فنبدأ أولى حلقات هذه الندوة التوجيهية، وهي بعنوان درس في التفسير يلقيه فضيلة الشيخ الدكتور سعود الفنيسان، وهذا الدرس يدور حول سورة الفاتحة، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر لأهل الفضل فضلهم، أشكر لمن فكر أو رتب أو أعان أو شارك في مثل هذا العمل الخيري. وبالأخص مكتب الدعوة في الرياض التابع للرئاسة العامة
الإدارات العلمية والبحوث والدعوة والإرشاد. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى يختار من عباده من يشاء وينزل عليهم ما يشاء، وإن من اصطفاء الله جل وعلا لهذه الأمة الخاتمة للأمم أن اختار أمة العرب لينزل الكتاب الخاتم للكتب بلغتهم، واختار منهم النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، مع أن رسالته عامة للثقلين الجن والإنس عربهم وعجمهم. فاختيار الله القرآن بهذه اللغة واختيار النبي من هذه الأمة لحكمة ربانية اختارها جل وعلا للإنسانية قاطبة. وإن القرآن الكريم هو أفضل الكتب المنزلة وخاتمها كما يعلم، وكما ورد في الأثر أن الله أنزل 400 كتاب من السماء، وأودع هذه الكتب 4 منها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وأودع الأربع وأودع هذه 3 منها القرآن الكريم، وأودع مضمون القرآن كله سور المفصل منه خاصة. ومن المفصل أودع مضمونها، أي مضمون تلك السور، سورة الفاتحة، وأودع معاني سورة الفاتحة آية منها فقط هي إياك نعبد وإياك نستعين. وقد ألف العلماء في هذا المعنى وهذه الدلالة رسائل وبحوث وكتب، ومن أجملها من أجمع هذه وأوضحها ما كتبه الإمام الحجة ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله شرحا لهذه الآية في 3 مجلدات كبار، سماه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أي في معنى هذه الآية وما تنتظمه. أيها الإخوة، سورة الفاتحة جاء في فضلها أحاديث كثيرة جدا، كل
كلكم أو بعضكم يعرف جلها. من هذه الأحاديث ما ثبت في الصحيح من الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الرب مجيبا له: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الرب لمن عنده من الملائكة والحفظة: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلا: مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الرب جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي، أي إياك ونستعين، إياك تخص الرب، توحيد العبودية والإلهية له جل وعلا، ونستعين فعل العبد لتحقيق هذا التوحيد، جزء للرب وجزء للعبد. أيها الإخوة، ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه، أي سمع صوتا، فرفع رأسه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل اليوم، ونزل منه ملك إلى الأرض، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ جبريل إلى الرسول وجبريل عنده، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. وفي رواية أنها نزلت من كنز تحت العرش، وهذه السورة لا يكاد يعذر مسلم في حفظها ولا في معرفة مجمل معانيها وبالأخص إتقان تلاوتها، لأنها هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي الحمد، وهي الفاتحة، وهي الكافية، وهي الشافية، وهي الواجبة، سبعة أسماء لهذه السورة على عدد آياتها. وهذه السورة تضمنت معاني جليلة كبيرة في التوحيد خاصة وفي العبادة عامة، وإن مما ينبغي أن نفهمه أو نحاول أن نفهمه
أن نتوقف في التأني وتأنيا وتدبرا لبعض معاني آياتها وجمل كلماتها. فقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة كلها: توحيد الألوهية من لفظ الجلالة، وتوحيد الربوبية من لفظ الرب، وتوحيد الأسماء والصفات من لفظ الرحمن الرحيم. في أجمع لفظ وأخصره وأشمل معناه شملت التوحيد كله بأصنافه وأنواعه. والحمد هو الثناء على الله بالجميل، وللحمد عند العرب في لغتهم معاني ثلاثة: حمد يكون بالقلب أي اعتراف بالحمد لمن أحسن إليك في قلبك، وأن يظهر ذلك الحمد على لسانك فيسمعه أو يسمعه غيره، لأنه من باب الشكر له. والثالث رد الجميع حمده برد جميله بأعضائك. فلو أن إنسانا أحسن إليك في حاجة ما، كأن أقرضك مالا في ساعة أنت أحوج ما تكون فيها إليه، فإن من حمدك لذلك الرجل أن تحمد له هذا الصنيع في قلبك حيث أحسن إليك دون غيره من الناس، وربما ذهبت وطرقت باب هذا وباب ذاك ولم يلبي طلبك إلا هو. وأيضا أن تشكره بلسانك تسمعه ذاك ويسمع هذا غيرك، وأن تقدم له الجميل حسا بأعضائك كأن تخدمه خدمة ردا لجميله. هذا ما يعرفه العرب في دلالة الحمد. والحمد هنا لا بد فيه من هذه الأمور الثلاثة كلها لله: حمد في القلب، وحمد في اللسان، وحمد في الأعضاء والجوارح. يقول الشاعر العربي: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبا. ثلاثة أمور أركان للحمد التام. ولله الحمد كله أولا وآخرا جل وعلا. ونلاحظ أن الحمد عرف بالألف واللام، ولم يأتي في الآية حمدا لك يا رب أو حمدناك ربنا، وإنما الحمد لله رب العالمين. والألف واللام في لغة العرب من معانيها وبالأخص في هذا المقتضى أنها تعني الشمول والعموم والاستغراق
استغراق جميع أصناف الحمد والمحامد كلها، فلا يحمد بها كاملا إلا الله، ولا يستحق الحمد الكامل الكامل إلا الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين. وهذا الحمد علمنا الباري جل وعلا أن نحمده من باب الآداب والتعليم، ليكون الثناء عليه جل وعلا وهو أهل له مدعاة لتنزل رحماته وإجابته لسؤلنا. ولله المثل الأعلى، لو أنك جئت لرجل ما وقلت له أعطني مما أعطاك الله، وألححت بمثل هذه الكلمات، وآخر قال له أعطني إنك كريم يا هذا يا فلان فأعطني مما أعطاك الله، فيا ترى أي الكلمتين أكثر تأثيرا على ذلك المسؤول؟ لا شك أن الثانية أكثر تأثيرا، لأن فيها ثناء عليه ومدح له. والله جل وعلا هو غني عن أعمالنا كلها، ولكن من رحمته بنا جل وعلا أن شرع لنا مثل هذا لندعوه وهو أهل له، وأن ننحو هذا المنحى لنعامل الآخرين بالحسنى. الحمد لله رب العالمين. وهذه الآية كما علمنا فيها الألوهية والربوبية، وتقديم لفظ الإله على الرب أيضا له دلالته ومعناه وإعجازه. ولم تأتي الحمد للرب إلهنا، ولكن الحمد لله رب العالمين، ليكمل الإعجاز ويتناهى، لأن الفاتحة قسمت قسمين كما قسمها الله جل وعلا على حد ما سمعنا وبلغنا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. القسم الأول لله، ولهذا بدأ باسم الجلالة ليتناسب مع أوصاف الحمد والثناء التي تخصه، ثم أعقب بذلك بلفظ الرب، والرب يقتضي الربوبية والعناية من خلق ورزق وإسعاد وإحياء وإماتة وشقاوة ونحوها. وهذا يناسبه الشق الثاني والنصف الثاني من الفاتحة، إياك نستعين فما بعده. فترتيب الألوهية ثم تعقبها الربوبية معجز في هذا المكان وفي هذا المقام. وذكر الرحمن والرحيم بعدهما لالتزام هذه الصفات، هاتان الصفتان ومعناهما للألوهية والربوبية
إذ يدعى بهما الإله الرب جل وعلا. والرحمن هو كثير الرحمة، والرحيم هو كثير الرحمة أيضا، فهي في لغة العرب هما صيغتان يعرفهما أهل اللغة من صيغ المبالغة، فعيل وفعلان، أي كثير الرحم، رحمن كثير، ورحيم أيضا كثير على من يستحقهما. والرحمة عامة للناس، والرحيم أخص بالمؤمنين، فالمؤمنون رحموا مرتين في الآية، مرة بالرحمة الكونية الرحمن، ومرة أخرى بالرحمة الشرعية الرحيم. فالمؤمن الطائع لربه يثني على الله بما هو أهله وبما أخبر به عن نفسه بأنه سيرحمك رحمتين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والمالك مالك الشيء، هو من يحوزه، هو حائزه، والمختص به، ولا يشركه معه أحد. تقول هذه السلعة ملكي وأنا مالكها، بمعنى أنها تخصك ولا شريك لك فيها. والله جل وعلا هو مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، يوم القيامة وما فيه، هو مالكه يتصرف فيه كيف يشاء، إذ لا أحد يدلي بعمله ليدخل به الجنة، لأن عمله مهما كان من الخير والصلاح فهو لا يؤهله دون رحمة الله جل وعلا بدخوله دار الجزاء، دار الجنة. إذن هو المالك، لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، لأنه هو المالك. من ذا الذي ينازعه؟ من ذا الذي يشركه جل وعلا؟ لا أحد، إذ هو الجبار وهو الواحد الأحد الفرد الصمد، وهو المنتقم، وهو سبحانه وتعالى الغفور الرحيم في آن واحد. له الأمر من قبل ومن بعد، مالك يوم الدين. وذكر يوم الدين هنا بالملك، مع أن يوم الدين غير محسوس للعرب، لأنه من عالم الغيب، لا يرى ولا يشاهد شيء من في هذه الحياة الدنيا، وإنما بعد الانتقال منها تشاهد مواقفه موقفا موقفا. وأول هذه المواقف من يوم الدين هو البرزخ في القبر،
قبل البعث والنشور، إما أن يكون حفرة من حفر النار عياذا بالله، وإما أن يكون روضة من رياض الجنة. العقل لا يطيق هذا في الدنيا ولا يتصور كيفيته وشأنه، لأنه من عالم الغيب من يوم الدين. فذكر يوم الدين هنا وهو أمر غير مشاهد للتأكيد عليه، فما بالك بأمر الدنيا المحسوسة المشاهدة الفانية إذا ملك الباقي الذي لا يفنى. فإن ملك ما يفنى أسهل عليه جل وعلا، فهو المالك للدنيا والآخرة. فالنص على يوم الدين لأن الكفار منهم عند تنزل الوحي، وكما هو موجود في هذه الأزمان وقبلها وربما بعدها، ممن ينكر يوم الدين. فذكر يوم الدين لإثبات الجزاء، وهذا هو جزء من موضوع السورة، إذ كل سورة من سور القرآن لها موضوع تتحدث عنه رئيسي وأساسي تفصله آيات أخرى. هذا الجزء من مقصد السورة هو ذكر المعاد، والجزء الثاني هو ذكر العبادة. فالمعاد يتناسب كل التناسب مع الثناء على الله جل وعلا، لأن سماع كلامه ورؤيته جل وعلا هو في يوم المعاد، في حين أن العبادة هي في الدنيا. فموضوع السورة هو تحقيق يوم المعاد والعبادة له، تحقيق يوم المعاد والعبادة، هاتان الكلمتان هما أساس هذه السورة. والاستهلال بأنواع التوحيد الثلاثة لتأكيد يوم المعاد، إذ هو لازم من لوازم الإيمان بالله جل وعلا إلها متفردا، والإيمان به جل وعلا خالقا رازقا مدبرا، والإيمان به جل وعلا متصفا بصفات الكمال دون تشبيه أو تمثيل أو تكييف أو تحريف أو تأويل. وهناك قراءتان ثابتتان صحيحتان عن النبي صلى الله عليه وسلم في مالك يوم الدين، إحداهما بالألف مالك يوم الدين، وهي التي نقرأ بها، وهناك قراءة أخرى مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهما قراءتان ثابتتان فهما قرآن. والقراءة بهما بأحدهما قراءة بكلام الله جل وعلا، غير أن المعاني زيادة المعنى في التدبر لقراءة على قراءة من حيث المعنى لا من حيث جواز التلاوة. من حيث المعنى والتفسير هو ما يعرف عند أهل العلم بتوجيه القراءة. فالملك غير المالك، إذ أن المالك إذا كان ملكه عاما، الملك إذا كان ملكه عاما
في دلالة لغة العرب فهو ملك مالك، فهو ملك مالك، غير أن الملك في بعض الأحيان لا يصير مالكا عند العرب في لغتهم، إذ أن الملك هو من يملك ويحكم، يفصل بين الناس، يعزل هذا ويولي هذا ويعطي هذا ويمنع هذا، فهو ملك على الناس، ولا يقال إنه مالك الناس، لأن الناس أحرار وليسوا بعبيد، فهو ملكهم وليس بمالكهم. والمالك والملك أيضا لا يكون لغير الناس، فلا يقال فلان ملك على الطيور والوحوش والكائنات الأخرى، وإنما إذا أريد باعتبار وتجوز قيل هذا ملك الوحوش، كما قيل في الأسد مخصوص، وليس هناك ملك عام في استعمال العرب الصحيح لجميع المخلوق، لجميع الكائنات أو الحاضر من الكائنات. ولهذا مما يرجح قراءة معنى، ليس يرجح معنى قراءة مالك على قراءة ملك، أن المالك يملك إنسانا في دلالتها اللغوية، يملك إنسانا وغير إنسان، تقول ملكت حجرا وشجرا وجمادا وملكت عبيدا، وملكت ناسا إذا كانوا عبيدا، فأنت إذن ما توصف بأنك مالك لهم، فهو أعم، مالك أعم من ملك، كما أن في قراءة مالك زيادة أجر، زيادة أجر على قراءة ملك، لأن فيها زيادة حرف الألف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ففيها عشر حسنات، وهذا الأجر لا يقدره ولا يعظم، لا يعلم قدره إلا الله جل وعلا. وهذا لا يعني كما قلت وأرجو أن يفهم جليا أنه لا ينبغي القراءة بقراءة ملك، فإذا ثبتت فهي قراءة، فهي ثابتة متواترة فهي قراءة صحيحة، ولكن هذا من باب التفسير والتوجيه للمعنى. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك هي بمثابة إياك بمعنى إلا الله، ونستعين مثابة لا إله، ونستعين بمثابة إلا الله، فهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله. إياك نعبد معنى لا نعبد غيرك، لا نعبد غيرك، وكلمة إياك نعبد هنا بهذا اللفظ، ولم تأتي بإياك أعبد، بل بصيغة الجمع، في حين أن القارئ يكون واحدا أو جماعة يصلون مأمومين بإمام، أو كان منفردا، فلا بد من قراءتها بصيغة الجمع. والسر في هذا والله أعلم أن فيها تعظيم
وعناية بشأن المسلم ما دام يناجي ربه فهو فهو كبير معظم فلا يحقر نفسه. العرب تقول شيوخها وأمراؤها إذا أرادوا أن يتحدث الأمير منهم قال فعلنا ونفعل وسنفعل ونحن نفعل وهو واحد، يسمى صيغة المعظم لنفسه. وكذلك هنا في سورة الفاتحة المؤمن يعظم نفسه لأمر الله له، فكأنه يقول إنك عظيم عند ربك ما أطعته وإن حقرك الناس، إنك عظيم فلا تنزل إلى سفاسف الأمور، وإنك عظيم فاسأل العظيم جل وعلا عظائم في سؤل العظائم في سؤلك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وإذا سأل أحدكم ربه فليسأل الأعلى الجنة، يسأل الله أعلى الفردوس، ما يسأل الأدنى، فإن الله عظيم لا يعظمه شيء جل وعلا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. فإذا سألت ربك فاسأله عظائم الأمور، فالله سبحانه وتعالى يجيب سؤل السائلين إذا علم صدقهم وعلمت إلحاحهم وعلم توبتهم من ذنوبهم، فهو الذي يناجي في كل ليلة عندما ينزل إلى سماء الدنيا ينادي جل وعلا، ينادي سبحانه وتعالى أين من يسألني فأجيبه، أين التائب فأتوب عليه، أين المستغفر فأغفر له. هذه الساعة التي لا يوفق لها إلا من وفقهم الله من عباده، عندما تغلق الناس أبوابها وتغلق الملوك قصورها وتغلق الناس خزائنها، يفتح الرب جل وعلا ذراعيه لقبول توبة التائب وإجابة سؤال السائل، ويعطي من سأله سبحانه وتعالى. فهذا مما تعنيه إياك نعبد، وأن العبادة معناها عام شامل لكل ما شرعه الله وارتضاه من قول أو فعل أو عمل. والعبادة بمعناها الشامل لا تصرف إلا له، فلا يسأل إلا هو مما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يستعان إلا به، ولا يرجى إلا هو، ولا يخشى إلا منه، ولا يخاف إلا من عذابه وعقابه سبحانه وتعالى. إذ أي عقاب وأي عذاب غير عذابه يهون أمام عذابه جل وعلا. هذا هو ما تعنيه إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين أي نطلب العون والتوفيق على تحقيق
ألوهيتك وربوبيتك والثناء عليك بما أنت أهل الله. فنحن نستعين بك يا رب ولا نستعين بغيرك، فلا أحد يشفي من المرض إلا هو جل وعلا، ولا أحد يغني إلا هو جل وعلا، ولا أحد يفقر إلا هو جل وعلا، ولا أحد يحيي ويميت إلا هو جل وعلا. فهو الذي يستعان به دون سواه على كل عمل من أعمالنا. إذا فهم العبد هذا المعنى نتساءل بالتدبر قليلا: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، قدمت العبادة على الاستعانة في حين أنه لا عبادة إلا بعد عون الله جل وعلا. لا أحد يعبد الله كما أمر إلا بعد أن وفقه وأعانه سبحانه وتعالى لهذه العبادة. فما السر في تقديم العبادة على الاستعانة ولم تأتِ إياك نستعين وإياك نعبد؟ إياك نعبد وإياك نستعين، لأن هذه الآية هي التي قسمت بين العبد وبين الله من سورة الفاتحة، بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإياك قدمت لأنها تتناسب مع الشطر الأول الذي هو كله ثناء وحمد على الباري جل وعلا. فسر تقديمها لتناسبها مع الجزء الأول من الفاتحة، وتأخير الاستعانة إياك نستعين لأنها هي بداية المطلب والمطالب من العبد إلى ربه جل وعلا، فتكون في هذا المقام وفي هذا على كمال التمام والإحسان والإعجاز في وضعها في موضعها. إياك نعبد وإياك نستعين. وكانت هذه الكلمة إلى وقت قريب، ومن يوم أن أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله الوحي، وستكون بإذن الله هي شعار كل مسلم: إياك نعبد وإياك نستعين. شعار الصالحين، شعار الأتقياء، هي التي يذكر بها بعضهم بعضا وألسنتهم رطبة بذكرها. إياك نعبد وإياك نستعين هي معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي الكلمة الباقية، وهي كلمة التوحيد، وهي التي رجحت وترجح في أعمال كبيرة وكبيرة، كما في حديث البطاقة يوم القيامة عندما تفتح السجلات يأتي كل إنسان بما عمل، بما عمل من خير أو شر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الأمي وغير الأمي يعرف قراءة سجله وكتابه لتمام الحجة والاعتراف
ولكمال العدل، إظهار كمال العدل من الله جل وعلا. وتوضع السجلات ويحاسب الله عباده فردا فردا جل وعلا، حتى يقول الرب لعبده: أعندك شيء تريد أن تذكره أو تقوله عملته ورجوت به خيرا غير ما ذكرت؟ فيقول: لا يا رب، غير ما ذكر لك في البطاقة وسجل. قال: لا يا رب. فيقول: لا، أنا عندي لك. فيخرج له، يخرج له سجل فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع في كفة، والسجل الآخر فيه سيئات كثيرة، فتطيش هذه الكفة بتلك، أي أنها فترجح هذه الكفة التي فيها لا إله إلا الله، وهذه هي التي علمها الله كل نبي من أنبيائه، وأرسل الله فيها رسله، وأنزل لتحقيقها كتبه جل وعلا. وما أصاب الناس ويصيبهم في كل زمن وفي كل دهر من مصائب ومحن إلا عندما يجهلون التوحيد، عندما يجهلون معنى معاني هذه الكلمة، كلمة الإخلاص. اهدنا الصراط المستقيم طلب للهداية، والطلب هنا من الله، من العبد لربه جل وعلا، هو طلب من العبد إلى ربه، وليس بإلزام، ومن ذا الذي يلزم ويوجب على الله، ولكنك صيغة الأمر في هذا طلب بمعنى التماس، وبمعنى تذلل، وتعترف بأنك لا تعرف الحق إلا به، ولا الهداية إلا عن طريقه جل وعلا. اهدنا الصراط المستقيم، والصراط هو الطريق، والمستقيم هو الذي لا عوج فيه. ومعلوم أن أقصر الطرق هو الطريق المستقيم، أقصر الخطوط في النظر هي الخط المستقيم، وأن الخطوط المتعرجة وإن بدت في الذهن أن في النظر أنها قصيرة، لكنها عند الحساب الرياضي طويلة. وهكذا الصراط المستقيم هو الذي يوصل إلى الجنة بأقصر طريق، بينما هناك طرق أخرى وسبل أخرى متعرجة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى كل سبيل منها داع يدعو، أي شيطان يدعو، وعليها وعليها ستور مرخات، وعليها منادي ينادي يقول: هلم أدخل أدخل، فمن أطاعهم قذفوه في النار. والطريق إلى الجنة أخصر من الطريق إلى النار، إذ طريق النار ملتوي وأعوج وبعيد، ولكن شياطين الجن والإنس يزينونه ويختصرونه له. أما طريق الجنة فهو أقصر طريق وأقربه، وهذا الصراط فسر بأنه القرآن. ما هو الصراط؟ هو القرآن، كتاب الله، وفسر بأنه هو النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفسر بأنه الإسلام. وكل هذه المعاني وهذه التفسيرات تؤدي إلى معنى واحد:
صراط الذين أنعمت عليهم، صراط موصوف. من هم هؤلاء؟ هم الذين أنعم الله عليهم، ممن ذكرهم الله سبحانه وتعالى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ففيها دلالة على أن طريق الجنة هو طريق، أن الصراط المستقيم هو طريق الصالحين مهما تعددت أجناسهم واختلفت لغاتهم وتباينت بلادهم، فهم على طريق واحد. والدعوة الأخرى التي يدعو بها المؤمن في صلاته: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم فسر بأنهم اليهود، والضالون بأنهم النصارى، واليهود معهم علم لكنهم حادوا عنه وحرفوا فحرفوه ولم يعملوا به، واليهود يعبدون الله على جهل وضلال. فالمسلم يدعو ربه دائما وأبدا أن يهديه الصراط المستقيم غير الملتوي يمينا ولا يسارا. وبالتالي يشرع له بعد ذلك أنه أن يؤمن آمين، وآمين ليست من الفاتحة كما هو معلوم، ولكن ورد الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وإلى أن الملائكة تؤمن على دعاء ابن آدم، فإذا وافق تأمين الملائكة تأمينك وتأمينك تأمين الملائكة غفر لك ما ذنبك وأجيب لك سؤلك في دعائك في هذه السورة. أيها الإخوة، هذه السورة الكريمة فيها فوائد عظمى. من هذه الفوائد أنها بيّنت وجوب التخلي عن الشرك بأنواعه، وهي: إياك نعبد. وفيها أنها دلت على أنواع العبادة كلها من إياك نستعين. إياك نستعين أي على كل أنواع العبادة، والاستعانة نوع من أنواع العبادة، بل لا عبادة مقبولة إلا بعد حصول الإعانة من الله فيها. فالاستعانة هي لب كل عبادة، فالإعانة من الله هي لب كل عبادة. فعبادة بدون إعانة من الله وتوفيق لا خير فيها. وفي هذه السورة من الفوائد إشارة إلى أن خلافة أبي بكر الصديق خلافة شرعية فيها أثر من معنى القرآن، ودلالة على أن خلافته بالتنصيص ورد على الرافضة الذين يطعنون فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. منين؟ هي من قول الذين أنعمت عليهم، وهذا الذي أنعم عليهم فسرت بآية أخرى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصديقين وصفه الرسول بالصديق، ففيها دلالة كما استنبطها بعض أهل العلم على الرد على الرافضة في الطعن في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. كما أن في السورة أيضا من الفوائد
أن الإنسان يطلب ربه في كل ركعة من ركعاته أن يدله على الجلساء الطيبين والرفقاء الصالحين، ويبعده من جلساء السوء، وهم من هم؟ جلساء الخير الذين يأمرون به ويدعون إليه ويحرضون عليه ويساعدون على تحقيقه وتنفيذه. وجلساء السوء هم بالعكس عياذا بالله، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن تشبه من هذه الأمة باليهود من حيث علم ولم يعمل فهو ممن غضب الله عليه، ممن علم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود المغضوب عليهم. ومن عبد الله على جهل وعدم معرفة فهو ضال، ففيه شبه من النصارى. فكأن الآية انتظمت العلم والعمل جميعا، الدعوة إلى العلم والعمل. ونقطة أخرى في هذه السورة، نعم هذا واحد جزاه الله خير، قل ينبغي تنبيه حتى لا يفهم مما سمع إذا سألتم الله فاسألوه عظائم الأمور، معنى أن صغائر الأمور لا يسأل الله فيها. لا شك أن إذا سئل عظائم الأمور فصغائر الأمور من باب أولى، فهو يسأل جل وعلا عظائم الأمور وصغائر الأمور. وإذا أدل على هذا، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، يعني اسأله أعلاها. وورد في الحديث الآخر لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فهذا فيه تعظيم لمعنى التوحيد. وجه الله جل وعلا هو وجه يليق بجلاله وعظمته دون تشبيه أو تحريف أو تمثيل أو تكييف، فلا يسأل بوجهه الكريم إلا الشيء العظيم. فأنت إذا سألت العظيم فيحسن أن تسأل بوجه الله جل وعلا، وإذا سألت أقل من أمر عظيم فاسأل الله بأي صفة من صفاته. هذا من تمام الفقه في الدعاء، وإلا فمن سأل العظيم سأل الله العظائم فسيسأله، فهو قادر على إجابة ما دونها سبحانه وتعالى. لا أنا حول القراءة قلت أن كلا القراءتين جائزة وصحيحة، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وقراءة سبعية ثابتة من قراءة السبع متواترة كلا القراءتين، غير أن القراءة التي معنا نقرأ بها نحن في هذه البلاد هي قراءة مالك يوم الدين. فكلا القراءتين قراءة صحيحة ثابتة، وإنما قلت في التوجيه من حيث بيان التفسير، بيان التفسير فقط، أما القراءة بهما فهي قراءة صحيحة ولا إشكال في ذلك. وأيضا ينبغي أن يكون الإمام أو القارئ يراعي من خلفه، إذا كان الناس يعني اعتادوا على قراءة ملك يوم الدين، فلو قرأ مالك يوم الدين فإذا قرأ عليهم بملك سيكون هناك مشكلة ويكون هناك ضوضاء ويكون هناك فرقة، فلا ينبغي له أنه يقرأ إلا بما هو صحيح وما هو ثابت وما يعرفون، حتى لا يكون هناك شقة وخلاف وفرقة. وينبغي له أن يفقههم ويعلمهم قبل أن يقرأ، أني سأقرأ بقراءة كذا وهي ثابتة وصحيحة، فلا بأس بذلك، هذا من باب الفقه وبالتفسير وبالتعليم. أما أن يقرأ وهم خاصة إذا كانوا عامة أو نحو ذلك لا يعلمون ولا يفقهون،
مثل هذه الأشياء فربما تكون قراءة سببا للفتنة. ومن تمام الفقه أن الإنسان لا يقرأ إلا ما كان ليس فيه أو لا يترتب عليه مفسدة، والله أعلم. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إخوانكم في تسجيلات التقوى يسرهم أن يقدموا الإصدار الرابع من سلسلة صفوة الترتيل، وهو الإصدار 55 في قائمة إصدارات التقوى. يتكون هذا الإصدار من ترتيل طيب مبارك لسورة الكهف للقارئ الشيخ عبد الهادي بن أحمد كناكري. والشيخ عبد الهادي من سوريا، وقد أكمل حفظ القرآن في سن مبكرة تلقياً عن والده، وهو الآن عاكف على تحضير رسالة الدكتوراه في علم القراءات من جامعة البنجاب بباكستان، نسأل الله له التوفيق. هذا وقد تفضل مشكورا فسجل لنا بالإضافة إلى هذه السورة سور جزئي تبارك وعمة اللذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإخراجهما. والآن نترككم مع التلاوة وهي برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتساءلوا
يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين